Wenn du Wie möchtest, kannst du ein man bisschen Koran dass lesen. man. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Koran lesen und das wäre Ja, kann super. ich gerne machen. Hast du einen besonderen Wunsch? Bitte schön. Hast du einen Wunsch? Willst du Ich will Tartil oder Tahrir? die Leute zeigen, Schia können auch Koran lesen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، الله فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا. الله قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله الله أكبر فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله 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 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة
التي تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله، الله قالوا يا مريم، قالوا يا مريم، قالوا يا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، الله قالوا كيف أكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله أكبر. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صلي على والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.
حاله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. الله أكبر، اللهم صل على محمد. سبحان الله، بقدر بارك الله فيك. Du hast mein ganzes Stress weggemacht. Ich glaube, diese Rukia war für mich. Wallah, Gänsehaut, Bruder. Du hast jede Buchstabe gegeben, hast Tajweed gemacht, gelesen. Wallahi, was soll ich sagen? Es ist nicht Besseres, als das Wort von Allah zu hören. Wie kann man dann solche Leute angreifen? Wie kann man dann solche Leute nicht gute Benehmen präsentieren? Alhamdulillah, Bruder, du hast Respekt vor mir, auch wenn du Schia bist. Wallah, ich respektiere dich.